الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة والتسليم على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المؤمنين والمؤمنات، عنوان هذه الكلمة المتواضعة: كيف نوفق للاستفادة من موسم رمضان؟ تعرفون رحمكم الله أننا نعيش أجواء نورانية ربانية، ونحن نستعد لاستقبال سيد الشهور الذي هو موسم الخيرات والطاعات والبركات، ويجب علينا ونحن نستعد لاستقباله أن نسارع لإبرام عقد مع الله تعالى ليس للشيطان فيه نصيب، عقد مع الله مباشرة، وهو عقد خالص لوجهه الكريم. وقوام هذا العقد: أولا، توبة نصوح تخلصنا من موانع نفحات هذا الشهر المبارك. ثانيا، نية صادقة مقرونة بالعزم على المصارعة والسبق إلى الخيرات والمبرات. وصدق الله العظيم إذ يقول: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولن يتم هذا معشر الإخوة والأخوات إلا إذا وضعنا لأنفسنا برنامجا يمكننا من أن نستفيد من رمضان الاستفادة المباركة الطيبة التي تقربنا من الله وتؤدي إلى مغفرة الذنوب والنجاة من النار. ولن أطيل عليكم، إذ سأركز فقط على نقاط قليلة جدا، ولكن أرجو من كل قلبي أن تطبقوها وأن تأخذوا بها وأن تعملوها، ففي ذلك خير ورب الكعبة. إن تمسكتم بهذه الخمس وما عداها من الفضائل فقد وفقتم وفزتم، وإن لم تفعلوا سيضيع رمضان هذا العام كما ضاعت رمضانات كثيرة قبله. أول ما يطلب في هذا المجال: أيها العبد الصالح، أيتها المرأة الصالحة، إياك ثم إياك أن يمر عليك يوم لا تقرأ فيه ما تيسر من القرآن، إياك ثم إياك أن يمر عليك يوم لا تقرأين فيه ما تيسر من القرآن. ولا أحدد هنا وردا ولا حزبا ولا مقدارا، ولكن ما تيسر من القرآن، مهما كانت ظروفك، مهما كانت انشغالاتك، فلا بد من الالتزام بهذا يوما بعد يوم طيلة شهر رمضان المبارك إن شاء الله. وإن لم تفعل لا قدر الله قد يصدق عليك قول الله سبحانه وتعالى، وهو يخاطب نبيه عليه الصلاة أو يتحدث عن نبيه عليه الصلاة والسلام، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه المسألة الأولى: القرآن ثم القرآن ثم القرآن، ونحن في شهر القرآن. المسألة الثانية مرة أخرى: إياك ثم إياك أن يمر عليك يوم دون أن تتزود من النوافل، نوافل الخير بالليل والنهار، السنن الرواتب،
التراويح، ثم ما تيسر من التهجد، ولا سيما في العشر الأواخر من رمضان. عموما نوافل الخير، وكل من كان برنامجه ضيقا لدرجة لا تتصور عليه أن يلتزم ولو بركعتين في اليوم، وركعتان لن تغلب فيهما أبدا، لأن نوافل الخير هذه قد تكون إن شاء الله سببا في نجاتك من النار. فشهر رمضان هو شهر العتق من النيران. المسألة الثالثة، احرص على أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. شهر رمضان المبارك شهر التحلية والتخلية. التحلية أنك تهلا في الأعمال ديال الخير وتكتر منها ما استطعت لذلك سبيلا. التخلية تتعني أن تبتعد عن الشر، وأن تمتنع عن كل ما يحبط عملك ويستهلك أجرك. ولذلك احرص على أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، فلا تذكر الناس إلا بخير. وإذا وجدت اجتماعا يخوض في ذلك فابتعد وفر بدينك وبصومك. قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. واعلم رحمك الله بأن المسلم الكامل، المسلم الحقيقي، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويديه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا، احرص على أن تتصدق ولو بدرهم واحد، وليكن ذلك كل يوم، إن لم تستطع كل 3 أيام. إن لم تستطع تصدق مرة واحدة كل أسبوع، لم تستطع تصدق مرتين في الشهر، لم تستطع تصدق ولو مرة واحدة وليس وراء ذلك يعني منزلة يمكن أن تضع نفسك فيها. والصدقة هنا تشمل القليل والكثير، وتشمل الدراهم والطعام والألبسة وكل ما تيسر، ومن لم يجد شيئا مما ذكرته فليتصدق بكلمة طيبة. هذه الصدقة المباركة أيها الأخ الكريم، أيتها الأخت الطيبة، تنفس بها كربة من كربات المسلمين، فينفس الله بها كربة من كربنا في الدنيا والآخرة. ورحم الله الشاعر الحكيم إذ يقول: هنيئا لمن جاد من ماله حصول السلامة يوم المفر. الخامسة والأخيرة، احرص على أن يراك الله حيث يجب أن يراك، وأن يفقدك حيث يجب أن يفقدك. لابد معشر الإخوة والأخوات بأن نستحي من الله سبحانه وتعالى، وأن نطيع الله جل وعلا، وبالتالي هناك أعمال وأماكن الله سبحانه وتعالى يرضى عنا إذا كنا فيها، فلنحرص على ذلك. وهناك أعمال وأماكن لا يحبها الله ولا يريدنا أن نكون هناك، فلنحرص على أن يرانا الله حيث يحب أن يرانا،
وأن يفقدنا حيث يحب أن يفقدنا. فاحرصوا رحمكم الله على ما ذكرت، وكثير مما لم أذكر بإمكانكم أن تفعلوه إذا كان هناك إيمان وعزيمة وإخلاص. وفي الختام، اللهم وفقنا لأحسن الأقوال، لا يوفق لأحسنها إلا أنت. وفقنا لأحسن الأعمال، لا يوفق لأحسنها إلا أنت. اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب ويسر الأمور وأصلح الأحوال. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا ضالين ولا مضلين. اللهم أهل علينا هلال هذا الشهر الكريم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ولا تخرجه إلا وقد جعلتنا من عتقائه يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.